احتفالات بلادنا بأعياد الثورة الوطنية، أعياد الثورة 14 أكتوبر المجيدة، نهني كافة المناضلين والشهداء والجرحى الذي قامت هذه الثورة في ظل وأوضاع صعبة. والآن الحمد لله والبلاد تمر بالأمور الطيبة من ناحية التنمية ومن ناحية الأمن، الحمد لله أن محافظتنا طيبة. في هذه المناسبة أحب أهني الشعب اليمني بأعياد الثورة 14 أكتوبر المجيدة، ونتمنى من الله أن يديم علينا الأفراح في جميع نواحي اليمن. مناسبة 14 أكتوبر مناسبة جميلة وغالية على جميع أفراد الشعب اليمني. نهني جميع أفراد الشعب اليمني بهذه المناسبة، نتمنى أن نعود المناسبة وجميع المناسبات والأعياد اليمنية والشعب اليمني بخير وعزة وكرامة، وتنتهي هذه الأزمة اليمنية ويعود الشعب اليمني إلى الأمن والاستقرار والتنمية والاقتصاد. نحن هذه الأيام نحتفل بعيد 14 أكتوبر أعياد الثورة، أعياد الثورة اليمنية، و26 سبتمبر أعياد أبائنا الذين ناطلوا وكافحوا من أجل الحرية، من أجل الاستقلال، من أجل حرية الشعب، ولا بد أن نحمي هذه الثورة أيوة من الأعداء الذين الآن تعدوا على حرية الشعب.